السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دحمان تي في. كي داير؟ لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحة بخير. اليوم جبت لكم هاد الشكيل ديال هاد الحليوة هادي اللي كدرع في المجمد بالشوكولا. والمهم اقتصادية، ولا جاكم الضياف على غفلة راه كتفك الجرة شوية بزاف، ايوا تتعجب الوليدات، ايوا اللي عنده السكر كنصحو الله يشافيه ما يمكنش ياكلها. وبالصحة والراحة. اولا غادي نذوبو الشكلاط. على نار بهيله باش غنوجدوا هذه الحلوه. هذه عندنا كاوكاو اللي حمرناه مفسوخه ليه الجلده، وحمرنا دهنا ليه شويه الزيت ودرناه في الفران حتى تحمر، وطحنا على هذا الشكل هذا، وطحنا هاد بيمو هذا، طحنا هاد الشكل ديال هاد بيمو هذا حتى هو طحناه ودرناه هنا. ودابا غادي نزيدوا عليه الكراميل بالشوكولا. واللي بغى يدير الزبده يديرها، واللي كل واحد وشنو باش يجمعها شوكولاطه. اش كيتجمع لينا بحال هكذا؟ اش كيتجمع لينا؟ كانوا كنديروا على شكل كويرات، كنبداو باش نعمرو في هذاك الماء. وكنبداو دابا هاد الكاوكاو هو بيمو كنحربلوه بحال هكا. باش يجي على هاد القياس خصنا نديرو على هكدا باش يجي قد هاد، ميجيش كبير عليها. كتجي الشكل ديالها زوين وكتجي بنينه، كتعجب الوليدات الصغار والكبار. بعد ما كركبنا هاد الكاوكاو هذا وهاد مع بيمو، حنا غادي نعمرو هنا الشكلاط ونحطوه هنا. ومن الاحسن بلا ما ديروها بالمعلقه هكا، احسن كتجي منظمه وطريقه ناجحه. المعلقه كيتسطل هاد السيليكون وكترون، ما كنحملش انا داك. اخباركم في عينيكم اللي كتقاد غادي تحطوا هذيك الحشوه. بسم الله. واحد ملي يكونوا جايين عنده ضيوف ومزروب وبزاف عاد تبقى مع الفران وصايب، هذه ساهله كتوجد وتسويت. دابا غادي نديروها في المجمد، ومن بعد غنزيدو على الشوكولا من الفوق. بعد ما خرجنا من المجمد غادي نزيدو على عود الشوكولاته.
كيتغطى كاع هاد الحشوة هادي، كتغطى كاملة. عاوتاني كنساليوها كنرجعوها تاني ندخلوها المجمد، عاد كنخرجوها عاد كنشكلوها، شكلو عاود بالشكلاط وكاوكاو. زوين كتجي وسهله بزاف. دابا غادي نديروها في المجمد باش تجمد اللي سميتو، ونخرجوها عاوتاني ونطلقها. بعد ما خرجنا من المجمد حنا غادي نبداو نحيدوها من السيليكون. تجي سهلة مهلة. توش كيلتين دابا غادي نشكلوها. هاد فيرميسيل ملون، وهاد كاوكاو اللي هو مهرمش، وغنديروها في الشكلاط وندوزها في سميتو. كنغطسو هاكا الرويس ديالها في الشوكولا هكذا غير شوية، أنا كنديرو ليها هكدا كتجي. نعاود معاكم هادي، أو كنديرو فيها هكذا. وكنبداو مستمرين هكذا حتى كنساليو كلشي، كلشي مفهوم. هذا هو الشكل النهائي ديال هذه الحليوه هذه اللي صايبنا، وكنتمنى تعجبكم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب. وهذا هو الشكل ديالها، وهكا كتكون من الداخل ديالها، كتجي غزاله بزاف ولذيذه، وكنتمنى تعجبكم ونكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم.